النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية جي اف اتش المجموعة الرائدة في إدارة الاستثمار. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم 2044 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين. تبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوما، تبدأ في 24 من نوفمبر 2024 وتنتهي في 25 من مايو 2025. علما بأنه قد تم تخطيط الإصدار بنسبة 193%. أعلنت بورصة البحرين استضافة مؤتمر تكنولوجيا التداول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي سيعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط في 25 من الشهر الجاري بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية ومجموعة أيتيم. وفي هذا الصدد قال الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، قال أن المؤتمر يؤكد التزام بورصة البحرين بتعزيز الابتكار ودعم التطورات التكنولوجية في أسواق المال والسعي إلى دعم تبادل المعلومات وتعزيز سبل التعاون بين القادة في هذا المجال، بما يساهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز البنية التحتية للأسواق الإقليمية. والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية. وللحديث حول الأسواق المالية العالمية ينضم معي عبر سكايب من لبنان الأستاذ ميلاد عزار، محلل اقتصادي في إكس تي بي مينيا. أرحب بك في النشرة الاقتصادية. ما هي العوامل الاقتصادية التي قد تكون أثرت على أداء الأسواق الأوروبية مؤخرا؟ شكرا على الاستضافة. أكيد شفنا الانتخابات الأمريكية ونجاح دونالد ترامب عم يعطي بعض المعنويات للأسواق المخاطر. شفنا ارتفاع الأسهم حول العالم، شفنا في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأمر في أوروبا، ولكن وصولنا لامبارح وقت اللي شفنا أو بين عطلة نهاية الأسبوع شفنا بعض ارتفاع التوترات الجيوسياسية ما بين أوكرانيا وروسيا التي أثرت بشكل كتير كبير على الأسهم في أوروبا، وخصيصا ما بعد امبارح شفنا بوتين الرئيس بوتين عم يمضي اتفاقية حول تسهيل استعمال السلاح النووي، وخصيصا يمكن اللي خوف الأسواق أكثر حول استعماله يمكن ضد حلف الشمال الأطلسي وغيره مثل أوكرانيا وغيره من البلدان اللي بيعتبره هو معادي لروسيا، أثرت بشكل كبير على الأسواق. اليوم المفتاح للمزيد من التحركات بالأسواق رح يكون انفيديا ونتائج انفيديا اللي رح تصدر بعد اغلاق الاسواق في الولايات المتحده الامريكيه. اكيد ارتفاع النتائج او نتائج جيده من انفيديا قد تعود لدعم الاسواق بشكل كثير كبير. نعم استاذ ميلاد، كيف يمكن لتقلبات اسعار السلع الاساسيه مثل الذهب والنفط ان تؤثر على الاسواق الماليه العالميه في الفتره المقبله؟ بطبيعه الحال بنعرف ارتباط النفط واسعار النفط في الاقتصاد الاوروبي، وقديش ارتفاع اسعار النفط بياثر بشكل كثير كبير وسلبي على الاقتصاد الاوروبي، لانه بتعتمد بشكل كثير كبير البلدان الاوروبيه على استيراد النفط من حول العالم، خصيصا بعد ما شفنا يمكن بعض الارتداد على النفط بسبب ارتفاع التوترات الجيوسياسيه في الشرق الاوسط. ولكن بنهايه المطاف يمكن الاتجاه ليس اتجاه صعودي للنفط، لا تزال الاقتصاد الصيني يضغط على أسعار النفط، وحتى بنهاية إدارة ترامب ونتائج الانتخابات وإدارة ترامب رح تكون عم تأثر بشكل سلبي على أسعار النفط على المدى الطويل. ولكن من ميلة أخرى الذهب وارتفاعات الذهب بتأثر بشكل كتير كبير على الأسواق الأوروبية اللي عم تتفاعل
بطبيعة الحال، وخصيصا اليو بنعرف انه هو مرتبط بشكل كثير وثيق بالذهب، وارتفاعات الذهب تعني المزيد من الزخم يمكن على اليو اللي كان تحت ضغط كثير كبير بسبب قوة الدولار الأمريكي.